دليل عالم الأمراض. الحلقة 7. فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، التعريف والأعراض والوقاية. مقدمة. فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، الذي يرمز إلى فيروس نقص المناعة البشرية متلازمة نقص المناعة المكتسب، هو مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويؤثر على جهاز المناعة البشري. يضعف هذا المرض جهاز المناعة، ممن يجعل الجسم عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، كالالتهابات الفطرية، والالتهابات البكتيرية، والالتهابات الفيروسية. يمكن أن تختلف أعراض فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز من شخص لآخر، وقد تظهر بعد فترة طويلة من الإصابة. تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً ما يلي: واحد، الحمى المستمرة. 2. فقدان الشهية وفقدان الوزن. 3. آلام العضلات والمفاصل. 4. تضخم الغدد الليمفاوية والتهاب الحلق. 5. طفح جلدي وتقرحات في الفم والمناطق التناسلية. 6. الإسهال المزمن واضطرابات الجهاز الهضمي. 7. التعب والإرهاق الشديد. يمكن أن تنتقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق سوائل الجسم مثل الدم، والسائل المنوي، والسوائل المهبلية، وحليب الثدي. يمكن أن تحدث العدوى من خلال الممارسات الجنسية غير الآمنة، وتقاسم الإبر الملوثة، وتلقي عمليات نقل الدم الملوثة، وانتقال العدوى من الأم إلى الطفل أثناء الحمل والولادة. للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، يوصى باتباع التدابير التالية: واحد، استخدام الوسائل العازلة لمنع الحمل مثل الواقي الذكري. 2. تجنب مشاركة الإبر والتأكد من نظافة وتعقيم الأدوات الحادة. 3. ابحث عن الكشف المبكر من خلال إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بشكل منتظم وإجراء فحوصات طبية منتظمة. 4. توعية وتثقيف الآخرين حول المرض وطرق انتقاله. على الرغم من عدم وجود علاج نهائي لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز حتى الآن،
إلا أنه من الممكن إدارة المرض وتحسين نوعية الحياة من خلال العلاج المناسب والرعاية الصحية. يجب أن يتلقى الأفراد المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز الدعم النفسي والاجتماعي، وأن يتبعوا نظاماً غذائياً صحياً ويمارسوا النشاط البدني المناسب لتعزيز جهاز المناعة لديهم. وفي الختام، من المهم بالنسبة لنا كمجتمع نشر الوعي والمعرفة حول فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، وتعزيز الوقاية والتشخيص المبكر والرعاية الصحية المناسبة للمتضررين من هذا المرض.